اختر لغتك. اكتب اسمك. مرحبا بك. اختر. مراجعة وتثبيت. اثنان. ألاحظ وأقرأ. قطار سريع. شمس مشرقة. سماء صافية. صحن فارغ. سمكات صغيرة. قطار سريع. شمس مشرقة. سماء صافية. صحن فارغ. سمكات صغيرة. أقرأ الجملة ثم أعوّد الكلمة الملونة بأخرى لها نفس المعنى. جيد جدا. أكون كلمات بالمقاطع التالية: جيد جدا. أكون جملة بالكلمات التالية: جيد جدا. ساعد الأطفال أمهم فشعروا بالبهجة. أصل بين السؤال والجواب الذي يناسبه. جيد جدا. مراجعة وتثبيت. اثنان. مراجعة وتثبيت. أتأمل ثم أقرأ مع النطق الصحيح. سفينة شراعية. قطار سريع. سماء صافية. شمس مشرقة. صحن فارغ. سمكات صغيرة. أقرأ وأتذكر معاني الكلمات. ترك العصفور القفص وطار بعيدا. صديقنا بليغ حاذق في التمثيل. ذهبت مع أمي إلى بيت جدتي.
أكون كلمات وجملة ثم أقرأها. فشعروا أمهم ساعد بالبهجة الأطفال. ساعد الأطفال أمهم فشعروا بالبهجة. أتأمل أو أعبر. متى ينصرف الضيوف؟ ينصرف الضيوف في المساء. إلى أين أسرعت أختي؟ أسرعت أختي إلى الحديقة. هل تعلمت الصيد؟ نعم، تعلمت ما أسهله. متى تنال رضا والديك؟ أنال رضا والدي عندما أطيعهما. اختر الدرس.